السلام عليكم، انا ايمان من قناه نوتي على اليوتيوب، والنهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات التريكو للمبتدئين وهنتعلم طريقه الدايره السحريه. تعلمنا قبل كده الشغل الدائري على ابره قصيره. النهارده هنعمل ايه بقى لو احنا عندنا ابره بسلك طويل كده او كورد طويل وعايزين نشتغل عليها عدد غرز قليل، بس في نفس الوقت نشتغله بالشغل الدائري. شايفين دي طولها، الكورد نفسه طوله 80 سنتي، وعلى فكرة طول الإبرة كمان بيتحسب مع طول الكورد. فاللي هنعمله احنا هنجيب الخيط بتاعنا ونبدأ نعمل كاستون للعدد اللي احنا عايزينه. نفترض مثلا 20 غرزة، هعملها بطريقة اللونج تيل كاستون اللي شرحتها لكم قبل كده في فيديو منفصل. دي الغرز بعد ما عملت لها كاستون. اللي هعمله بقى ان انا هسحب الغرز دي للكورد كده، وهلاقي النص بتاعها. على فكرة مش لازم النص، مش لازم نص الغرز افصل عنده، ممكن يكون من غير محسب خالص لو الغرزة نفسها مش بتحتاج يعني عدد معين. فاللي هعمله ان انا هعد 10 غرز، 1 2 3 4 5، اهو همسك الكورد واعمله كده. شايفين دلوقتي حطيت الغرز في الاول كده وهمشي معاها. لازم اتاكد ان مفيش مثلا الغرز عامله كده، لا هتاكد ان هي مظبوطه، وبعدين همسكهم كده الجزء اللي فيه خيط هنا والجزء التاني الناحيه دي، اتاكد زي ما قلت ان مفيش اي غرزه لف. هجيب الخيط الطويل اعديه من وسط الابرتين كده وامسكه عادي بالطريقه دي، وبعدين اسحب الابره دي. ممكن على فكره نعلم برضو اول غرزه بعلامه غرز، بس مش مستاهله يعني انت تعرفيها. وبعدين اسحب الابره دي اللي عندها الخيط كده واجيبها اشتغل بيها عادي. نفترض مثلا ان احنا هنعمل غرزه ستوكنت ستيتش، فهدخل نت وايز اسحب الخيط واطلع. انا بشتغل كونتيننتال، ممكن تشتغلوا بطريقه الانجليش ميثود، وهكمل كل غرز العشرة اللي عندي دول غرز نت او غرز عدلة. لحد اخر غرزة عندي هعملها نت، وبعدين هسيب الابرة دي وهرجع تاني. لاحظوا الخيط بين الابرتين، وهدخل الابره دي جوه تاني، اخلي الغرز تبقى عليها وارجعهم للوضع ده اللي هو شايفين اللي هي العقد دي بتبقى لتحت. شايفين الخيط بين الغرزتين، هسحب تاني الابره اللي عندها الخيط اهو، هنا الخيط طالع من الحلقه دي اللي هي على الإبرة دي، فهسحب وهشتغل بيها الحلقات اللي على الإبرة التانية، هشتغلهم برضو بغرزة النت. وهكمل لحد آخر غرزة. بصوا شايفين، شايفين المنظر عندي بتاع الماجيك لوب، يبقى كده لو انا في نص السطر. هكمل لحد اخر غرزة، هشتغل غرزة عدلة او ايا كان الغرزة اللي بعملها. كده خلصت السطر الاول. وليه كنت بقول لكم مش لازم تستخدمه، هرجع تاني الاول، هرجع تاني كده ونرجع لوضع الاستعداد.
ليه كنت بقول لكم مش لازم تستخدموا ستيتش ماركر؟ لان بدايه السطر هتكون في الجزء يعني عند الناحيه اللي فيها الخيط، يعني لو احنا هنا يبقى ده في نص السطر مش في اخر السطر، فهمتوني؟ هنكمل تاني كده. انا عملت سطر، دايما ما تنسوش ان الخيط يبقى في وسط الابرتين زي ما انتوا شايفين كده، وبنسحب الابرة اللي طالع منها الخيط وبنبتدي نشتغل الحلقات اللي على الابرة التانية، ونكمل لحد الاخر. ودي طريقة الدايرة السحرية او الماجيك لوب، هوريها لكم كمان مرة عشان تستوعبوها، هي مش صعبة ابدا ومفيدة جدا. عشان كده بقول لكم تستخدموا، لو انتوا حتى مبتدئين تستخدموا ابر دائرية بسلك طويل شوية، هتتعلموا فيها كل حاجة. اخر غرزة وبسيب دي، ولازم ارجع الخيط كده واسحب الكورد واحط الحلقات على الابرة تاني وارجع لوضع الاستعداد بتاعي اللي هو ده. طيب لو هعمل غرزة مقلوبة مثلا، برضو سهلة خالص، بدل ما الخيط بين الابرتين كده هجيبه لقدام، عشان اصلا غرزة البيرل او الغرزة المقلوبة بيكون الخيط لقدام، وهشتغل عادي خالص اهو. ادخل بيرل وايز واشتغل غرزة بيرل او غرزة مقلوبة زي ما بشتغل على الشغل المستقيم بالظبط، نكمل لحد الاخر. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا اول غرزة في السطر دايما نشدها، عشان هوريكم دلوقتي ايه اللي بيحصل لما ما نشدهاش. نرجع الاول لوضع الاستعداد، هنشد الكورد، نرجع الحلقات على الابرة، الخيط في وسط الابرتين كده، دي اهم حاجة. بص شايفين هنا، لو احنا ما شدناش اول غرزة بيتكون زي خطوط كده فوق بعضها بتتسمى سلم او لادر، دي مش حاجة مرغوبة في الشغل. فعلى قد ما نقدر ان احنا نشد الخيط في اول غرزة. تمام، هوريكم برضو اشتغل كام سطر كده او كام دور. وهنا كمان نحاول نشد الخيط على قد ما نقدر. شايفين لازم الخيط بين الغرزتين، ولازم نرجع الحلقات على الابرتين كده. بصوا ده السطر او نص السطر اللي عملنا فيه غرز مقلوبة، ودي ببساطة خالص طريقة الدايرة السحرية. اتدربوا عليها كتير، هي سهلة مش صعبة خالص، وهتنجزكم ومش هتحتاجوا انكم تستخدموا إبرة على قد الغرز بتاعتكم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وتشجعوني في الكومنتات انزل دروس تانية، ومع السلامة.